أهلا بكم في هذه الفقرة من هذه التغطية الخاصة. نتناول فيها فض قوات الأمن الجزائرية لاعتصام الأساتذة المتعاقدين في الجزائر اليوم، حيث فضت قوات الأمن فجر اليوم اعتصام الأساتذة المتعاقدين في بودواو، مما أدى إلى إصابة البعض بجروح. وقامت عناصر الشرطة بتحويل الأساتذة إلى محطة الخروبة ومنها إلى ولاياتهم الأصلية. كانت الساعة تشير إلى الثالثة صباحا حين طوق عدد معتبر من رجال الأمن بزيين الرسمي والمدني الأساتذة المتعاقدين وهم نيام، وأجبروهم على مغادرة المكان. ودام اعتصام الأساتذة 15 يوما ببودواو، أين أوقفت مسيرتهم التي انطلقت من بجاية للمطالبة بالإدماج دون المرور عبر مسابقة التوظيف. اعتصام الأساتذة المتعاقدين المحتجين بمنطقة بودواو بولاية بومرداش شرق العاصمة يفض اليوم بالقوة. فبعد أن وصل الأساتذة إلى مكان الاعتصام سيرا على الأقدام لمسافة زادت عن 200 كيلومتر انطلاقا من مدينة بجاية، منعتهم قوات الأمن من مواصلة السير نحو العاصمة، ما اضطرهم لقضاء نحو أسبوعين في اعتصام مفتوح رفعت فيه مطالب مشروعة تتعلق بالترسيم المباشر ودون مسابقة بعد سنوات طوال من تدريس أبناء الجزائريين. الاعتصام وقع فضه بالقوة من طرف رجال الشرطة في سلوك لم يكن غريبا ولا مستبعدا من سلطة ألفت اعتماد الأسلوب الأمني في فض نزاعاتها مع المحتجين والمخالفين. الأسلوب الأمني الذي تعتمده السلطة أمام أي تحرك شعبي يكشف عجزها عن إيجاد حلول أخرى أكثر معقولية. والسؤال المطروح، لماذا لا تعتمد السلطة أسلوبا أكثر تحضرا وديمقراطية؟ هل الاعتماد المطلق على المحروقات الذي وفر لها سيولة كافية لشراء ذمم الكثيرين هو السبب؟ يتساءل متابعون. لقد اعتمدت منظومة الحكم في الجزائر كثيرا على أموال الريع النفطي في شراء السلم الاجتماعي، ريع بدأ ينفذ، ومع نفاذه بدأت تكشف عورة نظام لم يفلح في توفير الحد الأدنى من الاستقرار الحقيقي للمواطن. يضاف إلى ذلك حالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي تعبر عن حالة المنظومة بكاملها، والتي ولدت حالة الانسداد السياسي الذي تتخبط فيه الجزائر. فحالة الغيبوبة والمرض التي كان عليها بوتفليقة أثناء لقائه رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالز تؤكد يقينا أن من يصدر القرارات في الجزائر ومن يوقع على المراسيم هو شخص ثان يمارس صلاحيات دستورية لم تخول له، بشكل يثير الاستغراب من هذا الوضع الذي لا يليق بجزائر المليون شهيد. فلا السلطة قادرة على توفير حل للأوضاع الراهنة، ولا المعارضة السياسية التي فشلت هي الأخرى في تشكيل قوة ضغط عليها، كما فشلت في كسب تعاطف الشارع الجزائري بالشكل الذي يسمح لها أن تكون بديلا حقيقيا عن النظام المهترئ. أما عن الفساد الذي بات القوت اليومية في معظم مؤسسات الدولة فحدث ولا حرج، فقد برزت قضايا الفساد المالي والسياسي في الجزائر بشكل بالغ وغير مسبوق في الفترة الأخيرة. فبعد أكثر من عقد على فضيحة بنك الخليفة، وجد الجزائريون أنفسهم أمام فضائح وقضايا فساد بالمليارات ترتبط بشركة النفط العملاقة سوناتراك، ووزارات الأشغال العمومية والثقافة والطاقة، وشركات النقل البحري. كما كشفت وثائق بنما أسماء فاسدين جدد على شاكلة وزير الصناعة الحالي عبد السلام بوشوارب، إضافة لوزير الطاقة الأسبق شكيب خليل. واللافت أن مجمل قضايا الفساد المفتوحة مرتبطة بشخصيات مقربة ومحسوبة على الفريق الرئاسي، كوزير الطاقة شكيب خليل ووزير الصناعة السابق عبد الحميد تمار الذي ورد اسمه في قضية فساد كبيرة في شركة النقل البحري، ووزير الأشغال العمومية سابقا والنقل حاليا عمار غول، إضافة إلى شبهات فساد تتصل بوزيرة الثقافة السابقة خالدة تومي ووزيرة الثقافة الحالية نادية العبيدي، إضافة إلى ما تم الكشف عنه أخيرا بشأن عقارات وأملاك ظهرت ملكيتها في العاصمة الفرنسية باريس لوزراء ومسؤولين في الحكومة الجزائرية، بينهم وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب ورئيس الحكومة عبد الملك سلال ووزير البيئة السابق شريف رحماني.
وإذا كانت هذه القضايا قد أعطت المعارضة السياسية شرعية للتحرك والمطالبة بالمحاسبة والإصلاح السياسي، إلا أنها شكلت حالة من الإحباط المجتمعي الحاد، لكنه لم يترجم حتى الآن على شكل احتجاجات أو ردة فعل تتوافق مع حدة هذه الفضائح. تقرير سمير خالدي معنا بداية عبر الهاتف من بجاية مفيدة الأستاذة المتعاقدة. مفيدة، بداية هل كنت في بودواو؟ هل كنت من الذين رحلهم من صح التعبير الأمن إلى الخروبة ومن ثم إلى ولاياتهم؟ نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. يعني تحية كبيرة للقناة المغاربية على المجهودات الجبارة. أنا من الأساتذة اللي مشاو مسيرة من أيام من بجاية إلى بومرداش، يعني مسيرة الكرامة، وكذا من الأساتذة اللي بقاو صامدات في صحة الإدماج، ولكن بعد مرور 24 يوم للأسف الشديد يعني احنا كنا ننتظر قرار رسمي من الدولة الجزائرية بإدماجنا في مناصبنا، لكن فوجئنا بهجوم بوليسي على غير العادة على أساتذة سلميين. يعني ذنبهم الوحيد أنهم درسوا وتخصصوا في التربية والتعليم، ف يعني احنا لم يحترموا حتى قانون يعني الإغارة والفضل الاحتسام، يعني لم يكن هناك ولا إنذار ولا تنبيه من قبل، مباشرة دخلوا بالقوة على الساعة 3 صباحا، فقاموا بعملية يعني تعنيف، ويعني واحنا نيام احنا بملابسنا وكذلك في حالة مدرية، حالة مرضية، حالة من التعب والإعياء، النوم الغير المريح، وكذلك احنا كنا في حالة نفسية يعني صعبة جدا جدا، لأنه يعني كل يوم كنا تحت وطأة التهديد، يعني كل يوم ننتظروا خبر راهم جايين يفضلكم الاعتصام، راهو جا قرار وزاري من وزير الداخلية، خلاص قال لكم ما نفضلكمش الاعتصام، يعني كنا تحت طائلة الضغط. ولكن للأسف يعني حتى الصياد كيروح يصيد الفريسة تاعو يلقاها نائمة، يعني سبحان الله تغيظ وما يصيدهاش، حنا نايمين نوضونا بالقوة، ويعني يعني شرطة مكافحة الشغب، يعني كل الوحدات كانت مهيئة وكأننا في حرب، يعني في حرب. اقتادونا داخل الحافلات، يعني ما صبروش علينا حتى باش نجمعوا الملابس تاعنا ولا حاجياتنا. انا وحده كنت حفيانه، يعني كنت بلا حذاء، واستاذات هناك استاذات يعني لباس تاعهم ما كانش مهيئ باش يخرجوا، ملابس كذلك، ملابس اللي كانت معانا، الحقائب تاعنا، الهواتف تاعنا، ما خلوناش نرفدوهم، يعني يستعملوا معنا القوه والتعنيف، والاساتذه الرجال كذلك استعملوا معاهم القوه، كاين اللي فعصوا من رجله، كاين اللي يعني ضربوه بالعصا، وكاين اللي شتموهم وكلام كلام يعني غير متخلق، واقتادونا في الحافلات يعني، ولم يخيرونا في الوجهه، يعني مباشره اربع حافلات وهران، اربع حافلات غليزان، اربع حافلات عين دبله، اربع حافلات الجزائر العاصمه، اربع حافلات بجايه، اربع حافلات الصيف. فللاسف الشديد يعني احنا ما كناش نشوفوا هذا في بلادنا حتى لليوم، يعني للاسف الشديد احنا ما كناش ننتظروا هذا، احنا اساتذه مثقفين حابين الخير لبلادنا، ولكن للاسف يعني اليوم شفنا ارهاب باتم معنى الكلمه. طيب كان هناك جرحى؟ كان هناك مجروح؟ شفتي مجروحين؟ هناك من حاولوا يعني رمي نفسهم من الحافلات، وفعلا هناك استاذ يعني رمى راسه من الحافله راهو بالاستعجالات، هناك كذلك واحد يعني من الضغط هذاك من الاحتقار، لانه شرطي يجي يسب لك بالام تاعك وانت امك عندك شهر ما شتاش او امك راهي ميته، فواحد حاول الانتحار بالسكين. كذلك هناك كدمات على مستوى الارجل واليد، كذلك هناك بعض يعني كاين اساتذه قطعوا لهم الهندام تاعهم من يعني من الاخذ والرد من استعمال القوه معاهم، يعني للاسف الشديد. طيب يعني تقولين للاسف الشديد انه ربما ابناء هؤلاء الجزائريين من الجهه المقابله عناصر الشرطه ربما درسوهم، يدرسهم اساتذه متعاقدون؟
نعم، هناك من الشرطة من يدرس الأذن التعقيدي، ولكن هي أوامر، يعني هم حتى هما مخيرين. طيب الآن أنتم في بجاية اعتصام، الآن تقومون باعتصام آخر في بجاية؟ نعم. تقومون باعتصام الآن في بجاية؟ نعم. أنتم كأساتذة متعاقدين في بجاية حيث بدأت المسيرة، الآن تقومون باعتصام هنا؟ من بودبور إلى بجاية، نقلنا الاحتجاج تاعنا من بودبور إلى بجاية، وإحنا رافضين أنه نتخلوا على القضية تاعنا العادلة، ومطلبنا بالإدماج بدون قيد أو شرط. أنا هذا الأمر اللي تعملوا معنا بالقوة لا يزيدنا إلا إصرارا وعزيمة على أخذ مطلبنا ولو بالقوة ولو على جثثنا، يعني حتى ولو متنا الإدماج راح يكون لنا شهادة وراح يكون وصيتنا بعد ما متنا. شكرا يعني مفيد. قضية كرامة وليست قضية يعني حق فقط. شكرا مفيدة. على ما أعتقد معك زميل عبد الكريم جنبك أستاذ كذلك في بجاية، هل يمكن أن نتحدث معه؟ شكرا. ألو. ألو عبد الكريم. السلام عليكم، معكم الأستاذ عبد الكريم. ما الذي حدث؟ يعني روت لنا مفيدة يعني ما حدث في بودواو، كنت كذلك في بودواو، كيف كانت الأجواء يعني وماذا شاهدت؟ والله يا أخي كانت الأجواء رهيبة جد رهيبة، من غير المعقول أن يعامل الأستاذ بهذه الطريقة، كنا عملنا وكأننا مجرمين ولسنا بأساتذة، والله لو ترى كيف تعاملوا أشباه الرجال وأنا مسؤول على كلام مع الأستاذات، كيف رفعهم، كيف تعاملوا معهم بقوة، والله لذرفت آلاف الدموع. طيب يعني أنت متفاجئ أنه جزائري يفعل أخوه الجزائري أو أخته الجزائرية هذا الشيء؟ أنا الشيء المحير من غير المعقول أن نرى هذه الصفة، التصرف الوحشي تجاه الإنسانية، والله يندى الجبين لما رأيناه وعشناه الليلة البارحة، أنا أسميها ليلة الرعب. طيب الآن الحكومة تقول بأنه يعني يجب هناك، وهناك من ما رأيك، هناك قطاع من الجزائريين يوافقوا هذا الرأي، حتى في قطاع التربية يقول بأنه هؤلاء يعني مطلبكم مشروعي ولكن يجب إجراء المسابقة وإلا ستكون تفضيلية لكم، ما ردكم على هذا الكلام ومن يقولون هذا الكلام وأولهم بن غبريط؟ أنا شخصيا غير مقتنع بالمسابقة، المسابقة لا تعنيني ولا تعني جل الأساتذة، لا تعني جل الأساتذة، لكون هذه المسابقة عبارة عن مسابقة شكلية، الناجحون معروفون، الأسماء دبرت في ليل كما يقال، هذه المسابقة غير شفافة، أنا أراها غير شفافة، شاركت في العديد وشارك زملائي في العديد من المسابقات، كانت النتيجة دائما معروفة، المباراة تلعب ولكن النتيجة تدبر أولا في البداية قبل أن تبدأ المباراة. لكن المفارقة أن بن غبريط تقول عنكم أنكم دخلتوا بالمعرفة. بالمعرفة أنا أفند هذا الكلام وأقول لها لو كنا تاع معرفة لما استقر القطاع الذي الكلمة هذه هي تفتخر بقولها دائما بأن القطاع شهد نوعا من الاستقرار لم يسود إلا بعد أن شهدت كفاءة هؤلاء الأساتذة المتعاقدون الذين هم ذوي خبرة أسادوا جو الاستقرار، فقوبلنا بهذا الرد الجميل من طرف الوزيرة، كيف تتعاملين مع من أسدوا الصنيع وباتوا ساهرين على استقرار قطاعك يا سيدتي الوزيرة؟ شكرا جزيلا لك عبد الكريم الأستاذ من اعتصام للأساتذة المتعاقدين في بجاية. ينضم إلينا الآن من العاصمة محمد مرادة الممثل الأساتذة المتعاقدين بالعاصمة. محمد مرادة، هل كنت كذلك في بودواو
وماذا حدث هناك؟ شهادتك أنت الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الكريم، أنا كنت موجود في تلك الأثناء. والله شاهدنا يعني كما كانوا يتكلموا الزملاء، شاهدنا يعني أشياء رهيبة، وكانت يعني ليلة يعني سوداء على الأسد المتعاقبين. ولكن احنا رغم يعني هذا العوائق وهذه العراقيل، إلا أننا يعني خذينا استراتيجيات وعملنا بعض الميكانيزمات والآليات باش من خلالها إن شاء الله ننتقلوا للمرحلة واحدة أخرى من تصعيد تاع الاحتجاج، ومازالنا متواصلين بإذن الله. النقابات اللي كلفناهم بدور الوساطه يعني راهم يخضعوا في الخطوه هذه، وراهم يعني يديروا في دور الوساطه بين المتعاقدين وبين الحكومه. وحنا مازلنا ان شاء الله مازلنا معتصمين، ومازلنا ان شاء الله يعني غيرنا فقط الوجهه. كنا في مدينه بودواو، الان رانا في مدينه بجايه، والامور راهي ماشيه يعني كما هي، الى ان يتم ان شاء الله إصدار قرار ويعني يتم إدماج الأسد المتعاقدين. طيب، ما قلت استراتيجية، ما هي استراتيجيتكم الآن؟ ما هي خطواتكم المستقبلية؟ احنا في الحقيقة هذه الأشياء والله غير يعني كنا منتظرينها، يعني تصريحات رجال السياسة وتصريحات السيد الوزير كانت يعني تنبئ بأنه هناك فك اعتصام إلى غير ذلك، وحنا ما توقفناش. استراتيجية احنا الخطوة الآن اللي رانا انتقلنا لها اليوم بالذات، اليوم انتقلنا يعني حولنا مكان الوجهه تاعنا، حولناها من بدوه الى مدينه بجايه اللي كانت هي المنطلق تاع مسيره الكرامه. وفي نفس الوقت احنا هذا الامر هذا هو مال النقابات، والنقابات هذه يعني لديها السلطه ولديها يعني كل صلاحيات انها تفاوض باسمنا وانها تدافع على حقوقنا، بما انها نقابه تابعه لقطاع التربيه، وانا كذلك ابناء قطاع التربيه، الا اذا كانوا هما يعني يسدوا في باب الحوار ويسدوا في باب النقاش، هذا ما يجعل المدرسه الجزائريه يعني في وضع متازم وما يخليش الاستقرار. وكما على بالنا البكالوريا ما بقاش عليها بزاف، وهذا راح يعني يخليهم في يعني راح يدخلهم في يعني في بعض المتاهات في اشياء يعني لا يحمد عقباها. شكرا جزيلا لك محمد مراد، ممثل الاساتذه المتعاقدين بالعاصمه من الجزائر. ينضم الينا الان رشيد معلاوي، رئيس نقابه سناباب عبر خدمه سكايب. سيد رشيد معلاوي، ما تعليقك؟ وكنت تستمع الى شهادات من كانوا حاضرين من اساتذه في بودواو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. احنا لما لما نسمعوا هذا الكلام، رانا في نظام وبدنا نظام وحتى كاين تغيير في الجزائر. لازم تعلموا نقابتنا احنا كانت من الاوائل اللي في 2010 19 في الفيدراليه التابعه لنقابه السلطات، اللي كانت تدافع على ادماج الكونتراكتيال، وقامت القمع اللي شافوه ممثلين الفيدراليه والكونتراكتيال في هذه المرحله حتى 2011 يفوق العقل، يفوق العقل. فهم احتجوا وقام معهم الامن بقوه، نساء ونساء نفس الطريقة وأكثر من هذه الطريقة. فما نقدوش نتكلموا مع على أن هذا جديد على النظام الجزائري، هذا النظام يتعامل بالقمع الوحشي. ولكن طالب الحق المناضل اللي يدافع على حقه، اللي قبلهم اللي سبقوهم قعدوا 5 سنين نضربوا من عند البوليسية، داروا اضراب على الطعام، احتجوا، قمعوا، جاعوا من جاعوا، صديق كانوا بالجوع، كانوا ما يخلصوش من العامين 3 سنين، كانوا منهم ما يعاودولهمش الكونترا، كي يعاودوا يديروا احتجوا ما يهدوهم باش ما يعاودولهمش الكونترا. هذا كاع القمع اللي داروه على هذوك، ولكن الناس صبرت حتى، ولكن كانت عندهم فرصه لما هما تحركوا في 2011 كان الربيع العربي. لازم نعترفوا بالحقيقة، وكانت فيها احتجاجات في العالم العربي، وهما استغلوا الفيدرالية استغلت هذاك التجمعات اللي كانت في الجزائر بالنسبة للنظام وبالنسبة للبلدان الأخرى، وراحت احتجت أمام رئاسة الجمهورية، ورئاسة الجمهورية رأت أنها ستكبر، باتت 10 أيام و15 يوم ناموا أمام الرئاسة،
فهمت باللي هذه تكون ساحه الحريري ولا ساحه الاعراب في مصر، فاخذوا قرار باش يمروا هذا الربيع العربي ودخلوا 30,000 استاذ من المتقاعدين. اللي نفهموا التاريخ باش نقدروا نعرفوا. الان نفس المشكل بقى، لان النظام ما حاولش يحل المشكل للاساتذه المتقاعدين بعد ما ادمجهم، لان لما ادمج 30 عاود دخل 30,000 واحد اخر متقاعد وما عطاهش حقه انه يخلص في الشهر اللي يعمل فيه، يقعد سنه سنتين باش ياخذ الشهريه تاعو، ويقول لك باللي يقري ولادنا، يقري ولادنا في عامين وثلاث سنين ربع شهر يقري في ولادنا، ومن بعد يقول لك ما عندناش النيفو لازم يدير مسابقه، ولكن هذا الربع سنين اللي قراهم الاولاد هذو راحوا في داهيه باسكو هذا ما عندوش النيفو. رابعا لما كاين اللي تعلموا هذه الوزيره اللي تنقل على فرنسا ولا على بلدان اخرى. نعلمك حاجه برك بين قوسين، ان ولد الوزيره لما كان الربيع العربي كان في التنسيقيه الجبهه للتغيير اللي قامت في الجزائر، وكان في وهران وكان ناشط لتغيير النظام. ولدها في 2000 هذه معلومه موثقه، ابن بغبريط اللي الان في الامم المتحده كان مع تنسيقيه التغيير يريد تغيير النظام في وهران. كان في نفس التصريح في وهران وكان ينشط للتغيير، ولما اللجنه اعطته باش يحط طلب اعتصام واحتجاج تنسيقيه في وهران، والديه قالوا له جبد روحك هذه تحرق روحك. وفي 2010 في وزارة، والآن راح في منظمة في الدبلوماسية للأمم المتحدة. دوك راه عود وراه دخل الخارجية وقعد ثلاث سنين، ومن بعد راح الدبلوماسية الجزائرية في المنظمة الاتحاد في المنظمة الأمم المتحدة. كلام مهم تقوله أستاذ. أنا لم أقول رشيد، كلام مهم، ولكن الصوت أنا الصوت. أقول الواقع الحقيقة. طيب، ولكن الصوت للأسف الصوت ليس واضحا. سنعود إليك، سيتصل بك الزملاء عبر الهاتف لأنه صوتك يتقطع ونسمع منك ما تقوله، كلام مهم جدا يعود إليك الزملاء، ونتابع في ذلك الوقت مشاهدينا الكرام هذه الأجواء من بجاية، حيث انتقل اعتصام الأساتذة من بدوا حيث فض اليوم إلى بجاية حيث انطلقت مسيرة الأساتذة أولا. بلاد العربي بن مهيدي، بلاد العربي بن مهيدي، بن عبد الملك رمضان، بن عبد الملك رمضان، يا رئيس شوف شوف، يا رئيس شوف شوف، متعاقد راه مكشوف، متعاقد راه مكشوف، يا رئيس شوف شوف، يا رئيس شوف شوف، متعاقد راه مكشوف، متعاقد راه مكشوف، رجعتي لحياتي مرة، كانت هذه إذن أجواء اعتصام الأساتذة في بجاية بعد فض اعتصامهم في بودواو. قبل أن نعود إلى الأستاذ رشيد معلاوي ويصلح الزملاء الصوت لنسمعه بشكل واضح، ينضم إلينا الآن في النقاش من الجزائر دائما طارق مراح المحامي والناشط الحقوقي. طارق مراح، ما رأيك من الناحية الحقوقية تعامل الأمن الجزائري اليوم مع المحتجين أو مع المعتصمين بالأحرى في بودوا؟ شكرا جزيلا أخي جمال، تحياتي لك ولضيوفك الكرام، لا سيما تلك الأستاذة التي يعني فصلت بمعية زميلها كل تفاصيل هذه الغارة الأمنية التي تحرمها وتمنعها كل القوانين والشرائع والتشريعات سواء كانت في الجزائر أو في غيرها من الأمصار. ما حدث البارحة أخي جمال هي مداهمة أمنية قمعية في نظر القانون الجزائري طبعا، وكان من بين هؤلاء يعني الضحايا
يعني من ذوي الاحتياجات والاحتياجات الخاصة، منهم الضرير ومنهم المريض ومنهم حتى يعني المقعد فوق كرسي متحرك. هذه الغارة التي لم تخف الجزائريين إلا ولا ذمة، راحت تداهم النيامة وهم آمنون، راحت تداهم بنات يعني كنا وكنا نسمع منذ لحظات ان الاستاذه كانت يعني تقول انه يعني الاستاذات لم يكن جاهزات للمغادره المكان، ولم يكن قبل هذه المداهمه او هذه الغاره الامنيه اي مؤشر او يعني اشاره الى هؤلاء بالمغادره، فكانت المداهمه هكذا مباغته قمعيه فيها الشتم وفيها السب وفيها كل انواع الاهانه والاذلال والامعان في اذلال الجزائريين الذين يطالبون بحقوقهم في بسلميه هي حقوق مدنيه لا غبار عليها. هكذا دائما تيدن هذه الحكومه وهذا الجهاز القمعي الذي تحول الى عصا في يد البعض يستعمله متى شاء وكيفما شاء وكمن يشاء. هذه المره اختارت هذه العصا هؤلاء المساكين الذين يعني تحولوا بعد قرابة الأسبوعين من الاعتصام إلى ضحايا القمع، ضحايا الضرب والسب والشتم. هذا يمنعهم القانون من كل الأوجه، ولا تجد لهم مبررا واحدا في القانون يسمح لهم بأن يرتكبوا ما ارتكبوه من جريمة كاملة الأوصاف وكاملة الأركان. لا مناص في هذه الغارة الا من يعني توجيه يعني اصابع الاتهام لهذا الجهاز وعلى المسؤولية، لانه في النهاية لانه الشرطة هذول في النهاية لو سألت احدا منهم سيقول لك انه يعني عندي انستركشن، عندي امر. هم طبقوا اوامر صدرت من اعلى هيئة في هذا الجهاز. هذا وزير الداخلية كان منذ أيام قليلة يؤشر إلى يعني أشار إلى هذه المداهمة وهي قد تمت، هذه الجريمة الكاملة الأوصاف تمت يعني بنجاح. ابقى معنا أستاذ طارق لو سمحت. أعود إليك أستاذ رشيد معلاوي، إن شاء الله يكون الصوت أوضح. كنت تقول أنه مغبريطة التي كتقول تتهم الأساتذة بأنهم متعقدين دخلوا بالمعرفة، فيما يبنوها دخل بالمعرفة يعني صعود صاروخي إلى الأمم المتحدة في بعثة الأمم المتحدة لا يتحدث حتى بإنجليزية جيدة. ربما لو بحثنا في أوساط الأساتذة المتعاقدين لوجدنا من يتحدث أفضل منه إنجليزية، فيما مرتبه يصل إلى 10,000 وربما 15,000 في مجموع كل العلاوات دولار. الأساتذة المتعاقدين الدين يديوا 2,100,000 يعني ما يعادل 80 دولار. هذا ابن الوزيرة كان يريد تغيير نظام. كنت تقول اسمح لي، أنا قلت أنا هذا ولد الوزيرة كان شومير، ولما كان شومير جات التغيير في الانتواريب كانت موسيقية انخرط فيها وانخرطت وبدأ يناضل باش يغير النظام وباش تكون فيه حرية وديمقراطية وشغل وعمل. من بعد والدين قالوا له جبد روحك غادي تنحرك في الكاريير تاعك. هو من بعد في 2012 دخل وزارة الخارجية، ضرب 3 سنين في وزارة الخارجية، ومن بعد راح في البعثة تاع الأمم المتحدة في وراه الفيديو تاعو راه موجود وراه يدور في الانترنت، وتقد تروح الجورناليست سيتويا انسيت يسموه جورناليست سيتويا تلقى الفيديو تاعو يهدر في الامم المتحده بالعربيه ماشي بالانجليزيه بالعربيه. انا لا هناك له فيديو كذلك يتحدث بانجليزيه ركيكه جدا يعني. اوكي، اما لا انا اللي بغيت نقول باللي هو كشاب شومار كان يحتج لانه ما لقاش عمل وكان باغي يخدم وباغي يدير. هي ولدها معليش كان باغي يحتج ويغير وكل شيء وباش يخدم وباش يلقى خدمه. لما كانت عنده السهولات باش يوصل للمكان اللي راه فيه، هادو ثاني اساتذه
راهم في 4 سنين 5 سنين، لازم يديروا حياتهم، لازم يستقروا في عملهم، لازم ياخذوا باش يقدروا يعيشوا، باش يقدروا يتزوجوا، بغات يتسكنوا، بغات باش اللي عنده عائله عنده الحق يحتج. انا لو كان هي تقول هي تنتمي الى حزب، كانت تنتمي الى حزب ما نعرف لا مازال تنتمي، يقول للتطوير والتغيير وهذا الشيء. هي تنتمي الى حزب اي حزب؟ ما ندخلش في الاخر، ولكن تنتمي الى حزب بروغريسيست كما نقولوا. يعني هل نسمي الاشياء بمسمياتها؟ هل تقصد الباكس؟ لا، هل تقصد الباكس بارتي دو لافونغارد سابقا؟ يعني هل تقصد الباكس سابقا ومازال كوم بروغريسيست هذيك معناتها باش التطوير والتطور وكل شيء. والان خلي البوليس يقمع هادو اللي كانوا محتجين سلميا. شوف التغيير في القضيه هذه اللي بغيت نفهم الناس تفهم، بان القضيه قضيه نظام ولا شيء، قضيه شخص ولا قضيه. لما النظام يجاوب، لما ما يلقاش حل، لما ما يخططش، ما يكونش عنده استراتيجيه. انا نقول لك لما دخلوا 30,000 من ادماج 30,000 في 2011 صح سيدي، ما كانش مشكل. الان دخلتوا واحدين جدد، ديروا لهم كيضرب عام يقري ولا عامين عام يقري، دير له دي كونكور انتر، تدير مسابقه داخليه ما يدخلوش فيها الناس من الخارج. اللي راهم يقروا يديروا لهم مسابقه داخليه، تدير غير بور دير بلي داروا انفورماسيون، داروا انستاج وراهم داروا هذاك الكونكور. وهذه تندار في فرنسا، هي اللي تعرف فرنسا مليحه، تندار في فرنسا وتندار في بلدان اخرى. ولكن من هذا المشكل ما يحلش، لان كاين مواد اللي ما عندهمش لي بوست، صديق مخلقينهم ما دارينهمش باش يكونوا عندهم ادماج لا بالكونكور ولا بلا كونكور. وهذو يقعدوا حياتهم كاع كونتراكتيال ويخلصوا استوعب القانون العمل الدولي. تخدم نهار تخلص نهار، عندك تخلص تخدم سيمانه تخلص سيمانه، هما يخلصوا عامين باش عادك يخلصوا الشهر اللي فات. طيب سموه ليكسبلوطاسيون انترديسيون، لا طيب. عند المنظمه الدوليه للعمل ولا عند القانون الجزائري. خليك معنا استاذ رشيد، هذه وزاره التربيه اللي هي 5 اطارات هي مخليه التعامل مع حق العامل في الوزاره تاعها بهذا الشيء. ما نقدرش نطوروا شيء الا ما كناش حنا مامنين به. خليك معنا سي رشيد لو سمحت، اعود اليك استاذ طارق مراح، كنت تستمع الى هذه المعلومات طبعا التي يقولها الاستاذ رشيد معلاوي طبعا وعلى مسؤوليته، يعني نرحب بحق الرد، يعني يشير انه الوزيره التي تقول للاساتذه المتعاقدين وترفض احتجاجهم ويرفض اعتصامهم وتقول لهم بالمعرفه، بحسب معلومات السيد رشيد معلاوي ومعلوماته والمسؤوليه مسؤوليته، انها ابنها كان يحتج، كان بطالا وكان يحتج في وهران ضمن تنسيقيه تلك الاحتجاجات لو تذكر في 2011. يعني مفارقه ليس كذلك؟ كثيرا ولا استبعدها، لانه في هذا البلد بلد الغرائب والعجائب، قد يحدث كل شيء. يعني اذا كان رجعنا الى التاريخ القريب لوجدنا الكثير من الوزراء، ومنهم بعض الوزراء يعني المعروفين يعني جدد في الحكومه، كانوا قبل اشهر يعني على دفه البطاله. دعني اقول لك ان مثل هكذا معلومات ينزلها الجبين من البطالة إلى وزارة الخارجية ومنها إلى هيئة الأمم المتحدة، يعني هكذا بسهولة. ضاعت الجزائر وهزلت وطوحت بنت البال بفكرها، حتى يعني نقول باللغة العامية ولت زنقة، يعني الناس داخلة خارجة، التنصيبات وراء التنصيبات، هذا ولد وزير وهذا بنت وزير وهذه بنت، يعني فضائح ورداءة يندلها الجبين، بينما نجدهم يستعملون هراوات الشرطة والدرك الوطني ضد هؤلاء الأساتذة الذين نقدرهم يوما بعد يوم ونحترمهم يوما بعد يوم، كيف لا، وهم الذين رابطوا لمدة 15 يوما وساروا سيرا على الأقدام من بجاية الى 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 العاصمه، ولو تركوهم لكانوا يتوسطون العاصمه
بنيل حقوقهم لا لشيء إلا لأنهم يعني طالبوا بحقوق إدماج بعد استغلالهم أكثر من عقد من الزمن. كنت أخي جمال قبل أيام هناك معهم في ساحة الاعتصام وطرحت السؤال على أحدهم وقال لي بأنه فيهم من عمل لمدة 17 سنة كاملة متعاقدا وهم يعني يرمى بهم إلى الشارع. هذا ما عندهمش بنغبرية، ما كانش هذه طيب. ما عندهمش 17 سنة ويعمل يتقاضى 2 ملايين 100 ولا يحصل كاملة. ولا يحصل عليها شهريا يعني مثل ما كان يشير الأستاذ سيد رشيد يعني ياخذوهم بسنوات ويعانون يعني واش 2 ملايين و100 اذا كان عندك عائله حتى لو كنت على راسك كما يقول التعبير الشعبي ماذا تكفي 2 ملايين و100 مقابل 15,000 دولار يحصل عليها ابن وزيره التربيه في الامم المتحده. نعم يعني لو جمعت مرتب هؤلاء المعتصمين مجتمعين لا 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 لم يصلوا يعني مرتب هذا الغبريت هذا. ثم انه اخي جمال يعني استغلالهم يعني حتى في الحاله العاديه حتى وان كان هذا الاستاذ حتى ولو تم ادماجهم فان مرتباتهم لا ترق الى مرتب الانسان المحترم. يعني ووقع الشر يعني هذه الوزيره الموضوع اسمح لي على طيب لا ما ديرت لا 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 اسمح لي اخي طارق لا لا اختار رجاء لا لا رجاء انا اضع 1000 قوس على هذا الموضوع رجاء خلينا نبقى في النقاش انا اسحب هذه الكلمه التي قلت خلينا في النقاش السياسي رجاء ما يعني هذا الكلام يعني هو ما قالش يعني بالشعب وهؤلاء يعني اي نوع من الاحترام يعني وصلوا باش يضربوا الناس باش يهينوهم باش يسبوا لهم ماتهم يعني على مرأى ومشهد من الجميع يعني ما بقاش واش راح تهضر معهم هذو الوزيره هذه اخي جمال اتخذت من منصبها يعني تحولت الى فرعون يعني يصدر اوامر يتحدى الجميع يتحدى دولة بأكملها يتحدى يعني حتى الخارج يعني اصبحت عبارة عن قناة تمرر اجندات ارى انها ذات علاقة باصلاحات الجيل الثاني. طيب هذه الاصلاحات التي استنتج لنا اجيالا يعني اجيالا متفسخة على شاكلتها وعلى طيب لا رجاء اخي طارق مرة اخرى معذرة خلينا في النقاش السياسي افضل. على كل رأيك وصل طارق مراح المحامي والناشط الحقوقي. أعود إليك رشيد معلاوي كل نتحدث عن الجانب المادي يعني هؤلاء يأخذوا 2 ملايين و100 يعني فيما الملايير تبدد يعني ألم يكن بإمكان إيجاد حل هؤلاء يعني بطريقة تحفظ حقوقهم وفي إطار القانون الجزائري يعني يشتغل أستاذ متعاقد 17 سنة مثل ما كان يقول طارق مراح من الجزائر والآن تجي بعد كل هذه السنوات وتقول له تعال ويجب لكي تدمج أن تمر عبر مسابقة. هو أولا رقم فهمه في الجزائر عمره ما الزيادة في الأجور ولا في كما كنتم قلتم انتم في التحليل تاعكم كان يشرو السلم الاجتماعي. هما ما كانوش يشرو السلم الاجتماعي لان في 2006-2007 الاستاذ اللي كان عنده 15 عام مندمج كان يدي 2 ملايين و3 ملايين. هذه ما كانت كاينه للاستاذ ولا للموظف كعامل ولا العامل في الاقتصاد في الشركات الاقتصاديه. اللي كانت فيها إدارة كانت فيها لي غريف لي اون افي بوكو دو غريف لانتر سانديكال ما بين النقابات وخرجنا للشارع واش احتجاجات وضربونا لا بوليس كي كان البترول 100 دولار بس اخذوا القرار لرفع الاجور عمرهم ما عطاونا حاجه بدون ساكريفيس ثاني عمرها ما اخذنا حاجه باسكو بغاو هما يمدوا لنا اللي نفهموا هذا التاريخ ما نزلش من سور. فكان الموظف كان موظف في 2006 كان يخلص 1,200,000 وهو اداري صديق ما نسوهاش هذه الوضعيه. لكن لما احتجت الوظيفه العمومي وخرجنا والنقابات ولا كل الوظيفه العمومي تحرق في هذاك الوقت ما بين النقابات المستقله زادوا لنا قانون والاجور وطلعوا شويه
ولكن احنا كل سنه نديروا ايتيد على كيسموه البوفوار داشا مينيموم، يعني باش واحد مولا عائله مولا خمس سنين مولا عائله مولا خمسه صديق ما هو ومرا طيب وثلاث اولاد باش شحال قد باش يعيش لا تحوات لا باكونس لا بليزير لا دخان لا باش غير باش يعيش ينقلوا الاخير اللي درناها الاخير اللي درناها في 2015 كان يلق قريب 6 ملايين هذا باش يعيشوا 6 ملايين باش يقعدوا عايشين. طيب خليك معنا سي رشيد لو سمحت، انضم الينا الان في النقاش من الجزائر مسعود عمراوي المفتش وليطار النقابي، ما تعليقك على ما حدث في بودواو؟ استاذ مسعود كنت تستمع الى شهادات مفيده للاستاذ المتعاقد مجاي عبد الكريم يتحدثون عن تعرضهم لارهاب وهم مندهشون بكلمات نابيه وتعنيف وحديث عن جرحى جزائريون يفعلون في جزائريين هذا. مسعود عمراوي، اولا يعني نعم استاذ مسعود، اولا نتاسف على طريقه التعنيف التي مارست على زملائنا الاساتذه المتعاقدين، ونحن نرفض اي اهانه لاي مواطن فما ذلك ان كان مربيا. ولذلك فإننا نؤكد مرة أخرى بأننا نتوقع أن يكون هناك حوار جاد ومسؤول، ونعتقد أن الحوار هو الحل الأمثل لحل أي مشكل. أما قضية أسلوب التعنيف وأسلوب التخويف والترهيب فإنه لا يجدي نفعا ولا يصل إلى أي نتيجة. بخصوص زملائنا المتعاقدين، نحن في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين خاصة بياننا رقم 4 وبيان رقم 5 أكدنا فيه على السلطات العمومية بضرورة معالجة هذا الملف والتعاطي معه بجدية لإيجاد حل نهائي لمشكل زملائنا المتعاقدين. ونؤكد مرة أخرى بأننا نرفض مثل هذه الممارسات، غير أننا نؤكد أننا في الاتحاد الوطني لقد تفاوضنا مع وزارة التربية مرتين حول قضية تكميل الخبرة المهنية في بداية مازال طارق مراح في وزارة التربية، فإن المنشور الصادر المتعلق بالمسابقة فإنه حرم كل المتعاقدين من الخبرة المهنية، وبعد تدخلنا أكدت الوزارة بأن تكميل الخبرة المهنية يتم بعد اجتياز المسابقة كتابيا ويأتي في الدور الشفهي، ورفضنا ذلك جملة وتفصيلا، وبذلك عدلت الوزارة عن قرارها وأكدت بأن تكوين الخبرة المهنية يكون مباشرة في الامتحان الكتابي وكمثال. فإن زملائنا المتعاقدين، أولا أؤكد أنه لا يوجد متعاقد مارس هذه المهنة أزيد من 5 سنوات، لأننا نحن في الاتحاد الوطني عايشنا كل هذه المراحل سنة 1995 سنة 2002 واخر ادماج تم في سنه 2011، لان كل المتعاقدين ادمجوا سنه 2011، ومن ذلك اليوم وزاره التربيه ما زالت تستخلف وتوظف على مناصب شاغره زملائنا المتعاقدين. هنا لكي نبين للراي العام بان من له 4 سنوات فانه ينطلق مباشره ب 32 نقطه باعتبار ان المعامل هو 8. 4 سنوات لما نضربها في المعامل 8 تعطينا 32 نقطة، معناها ينطلق ب 32 نقطة. من له 3 سنوات ينطلق ب 24 نقطة. من له سنتين ينطلق ب 16 نقطة. نعتقد أنه آن الأوان ونحن نؤمن بمبدأ تكافؤ الفرص. فكثير من الزملاء الذين تخرجوا في سنوات سابقة ودرسوا 3 سنوات و4 سنوات هم كذلك راسلونا واكدوا بكيف يمارس عليهم الاشحاق والظلم، فكيف يدمج منه شهر واحد وشهرين ومن قضى 3 سنوات و4 سنوات سابقا ولم يحظى بان يعين على منصب شاغر هذا العام فانه يحرم من ذلك. كما اتصل بنا ابناء الطلبه المتخرجين من الجامعات باعتبارنا نقابه وطنيه. اتصلوا بنا واكدوا بانهم متفوقون ولهم معدلات تفوق ال 15 وال 16 ولهم سنوات 5 سنوات و6 سنوات متخرجون دون
أن يحظوا بمنصب استخلاف أو تعاقب. ولذلك نحن في الاتحاد الوطني نقولها بوضوح تام ولا نمسك العصا من الوسط، فإننا مع منح تكافؤ الفرص للجميع وتثمين الخبرة للأساتذة المتعاقدين. وأعتقد جازما أن من ينطلق ب 32 نقطة أو 24 نقطة و16 نقطة فإن المجال واسع أمامه للفوز في هذه المسابقة ولا نقاش في ذلك. ولكن عبد الكريم كان يقول الأستاذ من بجاية، قال أنه بالنسبة لي الأمور مفصولة، القائمة مرتبة، الوساطات موجودة، نماذج كثيرة، ابن الوزير أبو الغبريط وصعوده الصاروخي عبد الكريم وكثيرون منه معه لا يثقون فيما تتحدثون عنه أستاذ مسعود. والله أخي الفاضل أنا لا أدخل في مثل هذه القضايا. أنا ما يهمني كنقابي أنني أن أبناء التلاميذ يتمدرسون في ظروف حسنة. وما يهمني الذي وظف على هذه المناصب هو جزائري ويؤدي دوره على أحسن ما يرام. أما أن أتدخل بأن القضية محسومة مسبقا، إن كنا نقول بذلك نقول أيضا بشهادة البكالوريا القضية محسومة سابقا، ونتكلم عن التخرج من الجامعة بأنها محسومة سابقا. أنا مثل هذا الطرح لا أقبله، خصوصا وأنني لا أشك في نزاهة الأساتذة الذين هم الذين سيقومون بعمل تصحيح الامتحانات، خاصة أن وزارة التربية أكدت بأن المسابقة ستجرى في شفافية تامة وأن يتم الإغفال عليها وتجرى كشهادة البكالوريا وتوزع في مختلف ولايات الوطن. فالممتحن في ولايته لا تصحح ورقته في الولاية، وبالتالي إن تم في هذه الشفافية وهذا ما نريده على الأقل نضمن أيضا نحن كمربين وكأولياء التلاميذ، نحن نريد أيضا نوعية جيدة في قطاع التربية، نريد أيضا أن مدارسنا هنا في الجزائر أن تضاهي الدول المتحضرة، خصوصا وأن كل العالم الآن رفع شعار من أجل تعليم جيد وبنوعية. شكرا جزيلا لك. تفضل مسعود، أستاذ مسعود، بأن الجامعات لا نشك في قدراتهم، ولكن آن الأوان كذلك أن يكون هناك تكافؤ للفرص لجميع أبناء الجزائريين والمتعاقدين. نحن من دافعنا عليهم وأؤكد ذلك، وافتككنا تثمين الخبرة المهنية وتحتسب في الامتحان الكتابي والميثاق الشفهي. شكرا جزيلا لك مسعود عمراوي المفتش والإطار نقابي من الاتحاد الوطني لعمال التربية. طارق مراح أعود إليك في الأخير، بالنسبة لمسعود عمراوي هناك حل يعني وتكافؤ الفرص، يتحدث أنه الأساتذة المتعاقدين عليهم أن يشاركوا في المسابقة مثل ساعون آخرون إلى ومثل ساعين آخرين إلى فرص عمل في القطاع، وهناك شفافية يقول في هذه المسابقة، ما رأيك؟ دعني بعد أن أحييه أخي جمال أن أبين له بأن موضوع الأستاذ المتعاقد في الجزائر هو مشكل بطالة أولا وقبل كل شيء، فلو وجد هؤلاء الأساتذة بديلا عن هذا القطاع في التوظيف محترم وفي راتب محترم لوجدنا أكثر من يعني من نصهم ما كانش معهم وما يعتصموش من الأصل. هناك مشكل ينسحب على كل الجزائريين وهو مشكل بطالة يعني غجت بالشباب الى هذه الاعتصامات، يعني حتى اصبح الاستاذ يعتصم في قارعه الطريق وتمنع عنه عاصمه بلده. هكذا هم يريدون للجزائر ان تكون. المشكل يا سي عمراوي ماهوش مشكل تنقيط ولا مشكل يعني تكافؤ فرص، فلو كان هناك مبدا لتكافؤ الفرص لكان من باب اولى ان يكون في قطاعات اخرى وان يكون في التوظيف يعني حتى في مناصب عليا التي استبد بها مجموعه اختطفت الدوله من يد الشعب وسحبت البساطه من تحت هذا الشعب الذي يعني لم يرى يوما يعني سعيدا مع هؤلاء. دعني اخي جمال اقول لك انه من يعتقد بان فض الاعتصام بهذه الطريقه الفظيعه هو حل لهذه المساله فهو واهم وقد طال حلمه. ما زالت المسابقه وما زالت هناك نتائج للمسابقه
وسنرى كيف يلتحم حتى يعني شق الاساتذه الذي كان ضد الادماج المباشر مع زملائهم الذين كانوا يعتصمون لاجل حقوقهم وفي النهايه اعتصموا لاجل المدرسه الجزائريه التي اصبحت رهينه مجموعه من الاشخاص يفعلون بها ما يشاءون ويعني هدفهم من كل هذا هو بقائهم وفقط بقائهم في شكرا جزيلا لك طارق مراح المحامي والناشط الحقوقي. سيد رشيد معلاوي يعود اليك، انت كنت تشير الى انه حتى على يعني بلغه الارقام انه 6 ملايين ابسط شيء يحتاجه الجزائري للعيش، اساتذه يكونون اجيال يدوزوا 2 ملايين 100، هؤلاء المتعاقدين حتى المرسمين يعني تقرير يعني لا بعيدا عن الايادي الخارجيه صحيفه جزائريه امامي الشروق تنقل عن تقرير امريكي يتحدث بلغه الارقام بالدولار مقارنات أن المعلم الجزائري هذا المرسم الأقل أجرا عربيا يعني أقل من حتى من المعلم المغربي مثلا في بلد جزائري دخله يعادل 4 مرات أو 5 مرات المغرب. الأموال موجودة يقول البعض يعني ميزانية وزارة التربية 10 ملاير تقريبا يعني في بلدان كثيرة ربما تحلم بهذه الميزانيات. أين تذهب هذه الأموال؟ كيف تصرف؟ أين تنهب؟ بينما يبخل الأستاذ سواء المتعاقد أو المرسم. أولا قبل ما نقول لما نسمع سواديزون نقابي أنا كون جبت لنا الوزارة نهضروا معها سينيور. لما حان الوقت، حان الوقت اللي تكون تطوير، حان الوقت اللي نديروا استثمار، حان الوقت اللي ما نتكلوش على البترول، حان هذا الكلام تاع حان صديق النظام يتكلم به من سنوات. حان الوقت معناتها اللي قراو قبل هذا الوقت اللي كان عندهم تلميذ ماشي مطورين، والنيفو اللي راه واصل الجامعه الان مسؤوليته شكون؟ انا شفتها بالنقابي اللي عاجي ولا مفتش صدي عادي فات على جينيراسيون. هادو لي جينيراسيون اللي كان هو مسؤول على قراءتهم ولا التفتيش، وين راهم الان؟ اسكو راهم اساتذه النيفو راه طالع، الجامعه راهي قويه. يا اخي لما ما نعرفوش حتى احنا في الوظيف العمومي ما نعرفوش القانون كيف نتصرفوا. كيف انت مفتش تخلي استاذ يقري عميل ما يخلص؟ مين كان يجيب الدراهم الترونسبور ومين كان يدي بلاسي؟ واش من المورال اللي عنده؟ واش من قدره الهيئيات يكون مشوما؟ احكم على روحك. علاه ما حليتوش المشكل في وقتها؟ علاه لما احنا حلينا المشكل في 2011 ودرنا الاحتجاج ودمجنا 30,000 كانت كاينه مسابقات قبل، وكان يقولوا لما احتجوا اولا كان يقول لهم غادي نزيدوا لكم نقاط في الكونكور، نزيدوا لكم نقاط، والناس دخلت الكونكور وما نجحتش، وكان فيه البيستو والترافيك والرشوه. رشوه واصله حتى ني في النظام. تجي انت تقول فرص؟ نعم كاين فرص، حق الفرص لكلهم، ولكن كاين تعامل. لما يكون استاذ يقري عنده سنتين ندير ناخذ البوست بيجيتير من تعرف يقول لهم بالعربيه، ناخذوا 80% للكونكور الداخلي، معناتها اللي راهم يقروا ديجا يديروا كونكور بيناتهم اللي يقروا الداخل، و 20% نديروها الاكستيريور الناس اللي جات جديده ولا خرجت من المعاهد. هذا هو اللي لازم النقاب يدافع عليه باش يجيب حق، باش يطلع النيفو تاع الاستاذ لازم يعيش مليح. وباش الان عندنا البرنامج هذا نفس الناس كانت تساند الوزير اللي قبل، الوزير اللي قعد 20 عام بالبوزيد، والوزير اللي قبل والوزير اللي قبل. احترموا الجيل، احترموا الجزائر، الجزائر ما يضيع. انت تشوف الاموال رايحين في جهه اخرى، صافي ما كان حتى تقرير وطني او خارجي ما يقولش باللي النظام مرتشي وان اموالنا مروحوا في باطل، وحنا خايفين على بلادنا
ولا كان الشباب هادو ما خدتهمش الان وما حلتش معهم حوار وما لقيتش دي سوليسيون سونتيفيك علميا اجتماعيا هذه تنحرق عليك وعليا. يعني الناس تفهم هذه القضيه لما تقول لي الاموال لما 10 مليارات ليديكاسيون كانت اول من هي في البيجي تاع ليتا مي قضيه تسير قضيه نظام كيسكون فو باغيين الشعب يقعد ضعيف جدا لما استعملوا الزوايا ما معناتها الزوايا اندارت للناس المساكين اللي ماشي قاريين كان دارتها فرنسا باش تهف بها وتخوف بها وباش تحمي الزراعة تاعها طيب باش تحمي فيه هذا هو اللي خلى لما الحكم يكون باغي يكون حكم غير ديمقراطي قمعي يجوع الشعب ومانتو ما يخليش يتثقف. طيب شكرا جزيلا لك سيد رشيد معلاوي. للاسف الوقت ادركنا. رشيد معلاوي رئيس نقابه سناباب. الى هنا ناتي الى نهايه هذه الفقره من هذه التغطيه. مني ومن كل فريق التغطيه اجمل التحايا. الى اللقاء.